أختي لو سمحت، تفضل. إذا سمحت لي يعني بدي أعرف أنا عقيدتك، أنا أريد أن أتشيع معكم، أريد أن أعرف عقيدتكم. هل السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نعدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح ننقل كلمة الوهابي منتصر، والذي دخل يقول أنا أريد التشيع لكن أنتم يا شيعة فقط أقنعوني. الآن سيذكر كتاب لعالم شيعي لبناني حسين، الشيخ حسين الخشن. هذه الشخصية أولاً سيقول عنها أنها متوفى، أو الشخص هذا متوفى أو الشخص ميت. لا، يعني تصور أن جاي يحتج بكتاب ويقولها بكلام يعني واضح وصريح، هذا الشخص ميت ومتوفى وكذا وكذا، وهو لا يعلم بأن الشخص حي يرزق، والكتاب الذي استدل به هو كتاب ضده. فهل تشيع المنتصر؟ ولماذا دخل بهذا الأسلوب؟ الأسلوب الذي دخل من خلال أنه بطريقة صحة العبارة الحيلة، إنه أنا أريد أن أتشيع لكن أقنعوني يا شيعة. لنستمع إن شاء الله بعد أن نصلي على محمد وآل محمد. عائشة الحاج وعد، حياك الله شيخ منتصر، بالله أهلا وسهلا. حياك الله حبيبي، الله يحفظك، بارك الله فيك، النور نورك. حاج وعد بارك الله فيك، أنت دائما تقول الوهابية يطعنون بالنبي، يطعنون بالنبي ويقدحون بعصمة النبي والنبي ليس معصوم. طب ممكن أسألك سؤال أنا، يعني سؤال نقضي لو سمحت، فضل. إذا سمحت لي يعني بدي أعرف أنا عقيدتك، أنا أريد أن أتشيع معكم، أريد أن أعرف عقيدتكم، هل أنتم على حق أم على باطل؟ لكن من خلال السؤال إن شاء الله أعرف. الآن أنتم تقولون أن النبي معصوم، عندكم عصمة مطلقة حتى من خوارم المروءة. نعم. فشيخ بارك الله فيك حاج وعد، هل الزواج بمنافقات من خوارم المروءة؟ نعم أو لا؟ لا. طيب بارك الله فيك، الحاج وعد قال لا، لكن أنا عندي مثلا حسين الخشن، هاشم البحراني. لا لا، منو؟ حسين الخشن. ايه، حسين الخشن. منو حسين الخشن؟ مجلم البحراني، عالم من علمائكم، سأعطيك إياه الآن الكتاب وأعطيك الصفحة والرقم. يعني من المعاصرين؟ من المعاصرين يعني؟ اي نعم نعم، من المعاصرين. نعم. من حسين الخشن؟ أنا ما أعرف هذا حسين الخشن. الشيخ حسين الخشن في كتاب تنزيه زوجات الأنبياء صفحة 58. إمام يعني الآن معانا هو معاصر؟ لا 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 لا، مات، انتقل إلى جوار ربه. أي شيء يقول حسين الخشن بالله خانك؟ إيه، عندك مثلا العلامة ميثم البحراني مثلا. لا لا، خلينا واحدة لا شوف، سأنتقل، أنا سأعطيك العلماء وسأنتقل إليك واحدا واحدا إن شاء الله. أيضا عندك جعفر مرتضى. إيه، شنو قالوا؟ شنو قالوا؟ شنو قالوا؟ إيه، يقولون كلهم أجمعوا. لا لا، أقرأ اللي قالوه، لا تقول أجمع، أقرأ عالم مع قوله. الله يرحم والديك، تفضل. الآن حسين الخشن ماذا يقول يا أخوة في كتابه تنزيه زوجات الأنبياء صفحة 58، أكرر المصدر، العلامة حسين الخشن في كتابه تنزيه زوجات الأنبياء صفحة 58 يقول: إن العقل السليم يدرك أن الله تعالى إتماما للحجة المتمثلة بإرسال الرسل لا بد أن يحصن ساحة نبيه عليه السلام من كل عيب مشين يوجب نفور الناس عنه، وبشكل عائق حقيقي أمام إقامة الحجة، حتى ولو كان هذا العيب ليس في شخص النبي عليه السلام بل في الدائرة المقربة منه، منهم زوجاته. هذا كلام حسين الخشن، ولا يعد عنه مسؤولا بشكل مباشر هذا الكلام على المستوى القاعدة العامة أو الكبرى. شنو لا يعد شنو؟ لأن أنا الكتاب مو عندي بس أستمع. لا يعد شنو؟ ولا يعد عنه مسؤولا بشكل مباشر. وهذا الكلام. إذا شنو المشكلة بهذا الكلام؟ إذا النبي. أستاذ. إذا النبي. سأعطيك. بس لحظة، الكلام اللي قرأته، إذا النبي غير مسؤول عن تصرفات المحيطين، شو دخله بال؟ لأن كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تزر وازرة وزر لا لا، هذه القاعدة، القاعدة هذه عندكم، انه ان الله واجب على الله حسب القاعدة عندكم ان يحصل نبيه من المنفرات لاتمام الحجة على الناس، هذه قضية كبرى عندكم. لا هو يقول لا لا لا، بس لحظة لحظة، لا لحظة، لا خلينا نناقش اللي ذكرته يا حاج وعد. نعم تفضل، ناقش اللي ذكرته يا اخونا الحبيب. الان النبي محمد صلى الله عليه واله المحيطين به طلعوا مخوش أوادم، ناس ما هم كويسين. زين، يقول لك هذا كلام المناطقة ونحن لا نعترض عليه. يقول لك نحن نعترض عليه. حسين الخشن يقول لك هذا كلام المناطقة، أنه لا يقدح فيه
هذا كلام المناطق ليس كلامه. يقول ماذا يقول حسين الخشن؟ ولا يعد عنه مسؤولا بشكل مباشر. وهذا الكلام على المستوى القاعدة العامة والكبرى كما يعبر المناطق لا غبار عليه. هذا كلام المناطق، لكن هو له رأي آخر. الآن سأعطيك إياه ماذا يقول. لا لا لا، كمل السياق. شو يقول؟ ولا يعد كلام يقول حسين الخشن. نعم، يقول حسين الخشن على الصفحة 51 ماذا يقول؟ والمستفاد من هذا الكلام وغيره أن النبي عليه السلام منزه عن جميع المنفرات، سواء المنفرات مو المنفرات، المنفرات نعم، المنفرات أو المنفرات كلمتين صحيحات يا حاج وعد، أو كانت في بعض الدوائر المقربة منه مما ينعكس عليه ويعاب به. هذا كلام حسين الخشن يرد على المناطق. ثم يقول والثاني أعني ما يكون في أهله والمقربين منه، ونزاهة النبي من كل المنفرات هي من مقتضيات اللطف الإلهي في تقريب الناس نحو الكمال، ويشهد لهذا الحكم العقلي بعض النصوص ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بالصفحة 53 ماذا يقول؟ وإنما الكلام الآن هاي الصفحات تريد نناقشها نشوف شنو مشكلتك لو تريد تكمل. أي أنا سأختصر لك. يقول حسين الخشن أنه أنا لا كمل الصفحة. أقرأ نهاية صفحة 51. أقرأ أن النبي بحسب كمالاته الروحية يتكلم عن شنو؟ عن الزنا والمشرك الشرك، ما يتكلم عن شيء ثاني. ليش بترد هذا؟ تكلم عن ذاك النفاق. وسأعطيك المفيدة. لا أن النبي بحسب كمالاته الروحية لا يختار امرأة زانية. لا وحتى الشرك، ما أنت أعطيت الشرك أصلا. قريت 51 ليش ما تكمله؟ طيب مو قريت 51، اقرأ 52. أخذ الشاهد يا عزيزي، الآن أنا أخذ الشاهد وأنت بعد ذلك عقب بما تريد. أدري هو يتكلم عن الفاحشة في زوجاته والشرك، هذا فقط، ويستدل في آية الخبيثات والخبيثين. الآن يا كريم يا حبيبي كريم، الآن المنافقة هل يعاب عليها بالزنا أم لا يعاب؟ لا شو علاقة النفاق بالزنا؟ أكبر منافقة، يعني ما له خبرة. شو علاقة النفاق بالزنا؟ أكو منافقات ما يزنون بعمر. يعني أقول لك يا اسمع بس، لا أخونا منتصر الله يرضى عليك. يضحك يعني واحدة منافقة يعني نايمة لها ويا واحد غريب؟ هي منافقة، إيش دخلها نايمة ويا واحد؟ طيب هي منافقة يعني لا تعاب بالزنا أصلاً، حتى تقول الزنا والشرك. طب المنافقة إن زنت ما العيب عليها؟ ما هي المنافقة سواء زنت أو لم تزني هو النفاق. لا وقوع يا أخونا منتصر. الآن الشرك المشركة العيب بماذا؟ لحظة يا أخونا، عليك يا حتى جاوبني بس أتكلم. المشركة العيب بشركها، العيب بشركها أم العيب بزناها المشركة؟ الآن إحنا كلامنا في المشركة ولا كلامنا في المنافقة؟ المنافقة هي مشركة، شو فرقت؟ شنو المنافق حكمه المسلم، وإذا ظهر نفاقه لا ما لنا علاقة. إذا ظهر ما دام يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله شو ظهر يعني لحظة يعني جحد يا أخي خلي أتكلم أفهمك شو القضية. الآن شو يعني منافق أو منافق؟ يعني يبطن غير ما يظهر. إذا أظهر وأعلن هذا الأمر نقيم عليه الحجة، فإن جحد فيترتب عليه حكم ما أظهره من شرك إلى كفر إلى الآخر. يا القضية زين. الآن أنت جبت أنه النبي صلى الله عليه وآله من المنفرات له. إيش هي المنفرات؟ أن يتزوج بمنافقة. لا هذه مو منفرة. أو عيب في أهله أو يعاب في أهله بأي كان. لا يعني يعاب بأهله. وين قال منافقة في الكتاب؟ وين بأي صفحة؟ دقيقة الله يخليك. طيب يا حاج وعد الآن. لا هو خلي أول شيء، وين بأي صفحة قال منافقة؟ المحيطين بالنبي أقرب له أمه وأبوه. لا المحيطين بالنبي أقرب، أقرب له عمه. زوجاته أقرب من أبوه وأمه. زوجاته أقرب من أبوه وأمه؟ إيه نعم يعني ممكن الإنسان يطلق زوجته ويطلق أمه؟ ممكن يطلق زوجته. شلون صار يقدر يطلق هو يعاب بزوجته؟ الآن نوح عيب بابنه؟ نوح هل عيب بابنه؟ لكن يعاب بزوجته؟ ما يعاب بابنه، ابنه كفر خلاص انتهت القضية.
إيه لك هسه شنو اشكالك؟ لحظة انت الان شنو اشكالك انه النبي اخطا؟ ايش هو؟ انا ما عندي اخطا النبي، لا تقول لي اخطا، انتم عندكم تقولون انكم تنزهون النبي. اي ننزه النبي، ايش اشكالك على هذا الكلام؟ انا ثواني يا حجوان ابين وجهه نظري. عالم غير ملزم، هذا رايه هو. هيا الله سلام. ثلاث علماء، ابن المطهر مرتضى العاملي وهاشم البحر وعليه البحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين أتوا بهذا الكلام؟ يعني أنت أعلم منهم؟ الآن لحظة أخونا الساجي، الآن منتصر، أنت الآن شتت الموضوع. الآن النبي محمد الآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الآن ما جئت شيء يضرب العصمة. لا لا جئت. شنو؟ الحسين الخشن أنه أي أمر ينفر زوجاته، يعني يقدح بالدائرة المقربة من النبي زوجاته، يعني هذا يطعن بالعصمة. ما قرأت أنت، ما أنت قرأت هو يتكلم الآن. أنا حملت الكتاب. الله يخليك حجي. في صفحة هاي، في صفحة 56 يقول: الملاحظة الرابعة، كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأتي نوح ولوط ولم يجز أن تكون فاجرة؟ وقد أجيب على ذلك، اسمع، بأن ثمة فارقا بين الكفر والزنا، فالكفر ليس من المنفرات كما هو الحال في الزنا، وذلك لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستضعفوهم، فيجب أن لا يكون معهم أي الأنبياء ما ينفرهم أي الكفار عنهم، ولم يكن الكفر عندهم أي عند الكفار مما ينفر، وكون الإنسان بحيث تكون زوجته مسافحة من أعظم المنفرات. ليش يا أخ منتصر؟ والله ما يصح هذا الكلام. ما فهمت يا أستاذ وعد، ما فهمت الكلام، والله ما فهمت الكلام كلكم. يا حسين الخشن يقول فرق بين الكفر والزنا، أنت تقول ما في فرق. أن النبي أخواني هذا هو الكتاب، هذا هو الكتاب. أنا هذا شوف أخواني، كيف تكون كافرة ولا تكون فاجرة؟ الملاحظة الرابعة، كيف جاز أن تكون امرأة النبي صلى الله عليه وآله كافرة كامرأتي نوح ولوط ولم يجز أن تكون فاجرة؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ثمة فارقا بين الكفر والزنا، فالكفر ليس من المنفرات. سمعت؟ إذن هو يأخذ قبال الزنا ويريد أن يقول للناس أن زوجة النبي صلى الله عليه وآله لا تفعل هاي الفواحش اللي ما أريد أقول. طيب الكلمة الآن الشيعة مجمعون يقول لك الكفر ليس من المنفرات، والله يقول ولا تمسك بعصم الكوافر واغلظ على المنافقين وجاهدهم. بالله عليكم الآن الله يأمر، هل النبي هل النبي أبقى على كافرة؟ هي أنت عندكم نعم أبقى على كافرة. لا لا ما في، إحنا عندنا يا أخونا عندنا عائشة مسلمة وحفصة مسلمة وزوجات النبي. لا 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 هذا كلام مغالط. أنت هل ظهر نفاق عائشة لك أم لم يظهر؟ يا أخي المنافق لا يعتبر كافر. شو يا أخو لا يستطيع الجواب، لو استطاع الجواب لو على إيش الجواب؟ شو سؤالك؟ شو سؤالك؟ ما استطيع الجواب. سؤالي هل ظهر لكم لك وللنبي ولعلي ولوعد اللامي هل ظهر نفاق عائشة أم لم يظهر؟ نعم عائشة منافقة لك ليست كافرة. يا رجل أنا سألتك هل ظهر نفاقها لك؟ نعم أقول له نعم نعم، ولكنها لا تكفر. من يظهر نفاق؟ أسمع أسمع ماذا يقول المفيد متفق. يقول اسمعوني يا أخوة اسمعوني يا اخوه. طب اسمعوني يا لا لا يا لحظه اخواني لحظه منتصر منتصر لحظه اخواني، هو يريد ان يلزمني بان عائشه هل هي كافره او لا. طبعا انا لو قلت له ان عائشه كافره فساعتمد على البخاري. لماذا؟ لانه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. النبي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيلزمكم ان عائشه كفرت وان طلحه كفر وان الزبير كفروا. هل تلتزم معنا؟ هل تلتزم معنا انت بالبخاري؟ لا انا لا اكفر. جواب شوف انا شجاع لا اكفرها. اذا اترك البخاري. لا لا هذا الزام لك. الان تورط الان تورط الان تورط الزام اخواني الان اخواني اخواني الان انا اتحداك ان تقول لي انا ما افهم النص. اتحداك انت تفهم الناس النص وتترك للنص. اتحداك انت اتحداك ان تشرح الناس بفهم. لا تخلط الموضوع لا تخلط الموضوع لا موضوع امهات المؤمنين هل ظهر لك؟ انا عندي المفيد يقول لحظه لا لا قبل المفيد شوف اخواني نقول له رسول الله صلى الله عليه واله قال رسول الله صلى الله عليه واله قال سباب المسلم فسوق في البخاري ومسلم.
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعائشة يشوش علي يشوش علي وقتاله يشوش علي يا أخواني. هو قال لي في حسين الخشن، أنا ما أعرفه الآن، حملنا كتاب هذا الرجل حسين الخشن. أستاذ وعد، هو الآية القرآنية تقول ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني الكافرين غير المنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. أحسنت. يعني الكافرين غير المنافقين. أحسنت يا عمر، أحسنت أحسنت. طيب حياكم الله من جديد أخواني أخواتي. طبعا كملاحظة كانت لمداخلة هذا المتصل منتصر مداخلة أخرى بنفس الفيديو أو نفس الحلقة، لكن ما قدرت أنه أنقلها لأن كانت مداخلة بها الكثير والكثير من الألفاظ التي تحضر أو تحذف الفيديو، فحبيت أنه فقط وفقط أخذ هذا الجانب، الجانب الأول أو تقريبا 13 أو 14 دقيقة من هذا الاتصال. قال أن حسين الخشن يقول ويقول مسألة أن المنافقة هي من خوارم المروءة. لاحظنا أنه هذا المتصل يستدل بكلام لا يتم ولا يقرأ أصلا العالم، مجرد لا 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 يعرف أنه أصلا حي لهذه الدرجة، ما يعرف أنه هذا العالم حي وليس ميت. بالإضافة إلى نقطة مهمة، حاج وعد الأمي والأستاذ الفاضل أبو كريم أخذوا يدققون على كلمة كلمة، يفككون معه العبارات، وإذا بهذا الشخص يسقط من أول تفكيك العبارة ومن أول يعني بداية لشرح كلام حسين الخشن. فنقول بختام الفيديو، الحاج وعد الأمي والأستاذ الفاضل أبو كريم ما يعرفون هذا الكتاب، ما قارين هذا الكتاب، لكن مع ذلك حملوا الكتاب، قرأوا الكلمات فوجدوها ليس كما يريد الوهابي. فمسألة أريد أن أتشيع أقنعني كذا، هذا هو أسلوب الجاحد، فقط وفقط يتشرطون، فقط وفقط يريدون من خلال هذه الأساليب أنه إحنا انتصرنا على الشيعة وبهذا الأسلوب. والله العلي العظيم لن يجني أو لن يكون النصر إلا حليف الشيعة، لأن أكرر أنا أتكلم بدليل، لأن الحاج وعد الأمي حمل الفيديو عفوا حمل الكتاب ونقل كلام الشيخ حسين الخشن وبين مراده أو مراد الشيخ ليس كما يقول هذا الوهابي. تقبل تحياتي بإختام الفيديو، وصلى على محمد وآل محمد وفي أمان.